تربيت روح العب لك بعيد عدن دي مسالة لا سلاح ولا رشاش لانت ولا عفاش اني هنود دخلة أنا بالي يا حوتي يا شيطان راكن على إيران جوك بلادي فاروتي نعيش مريم في حلق السماء وعنه تفتش قالوا عدوة أبد العدوة جويبة ترسمى على قرب. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في العاصفة ومنورين يا شعب والحكومة طافي. لا كانت منورة يا حكومة والشعب طافي. تذكروا ذي تذكروا منورة حكومة والشعب طافي ولا ايش ذكرنا بهذا الموضوع من صدق؟ مو ايش اللي ذكرنا بهذا؟ والله يا اخي ايام المظاهرات فين خاور خورة اعمل المظاهرة نفسي خروج الشارع اصيح اقول نشتي كهرباء نشتي ما نشتي خروج من هذا المكان لي شهرين محبوس اشتي مفوه اشتي صور كذا بالشارع بدون ما حد يعتقلني ولا حد يشلني الى مكان ويطرحوني درع بشري درع نفسي والله للحق وخير حوذي بليري طبعا زي ما نتذكر يا حبايب فكرة المنورة حكومة وشعب طافي كانت ضد صالح سمعي كان وزير الكهرباء تذكروا كهرباء وصالح سمعي بعدوه وقيلوه الفاشل جدا لدرجة انه الكهرباء كانت في يومين ثلاث ورجعت كانت فشل. طبعا كان معنا بساحة التغيير اول ما طلع وزير والكهرباء تطفي اشتغل نوره مسيرات مظاهرات بالفيسبوك بل اشتغلنا شغل ومنورة يا حكومة والشعب طافي ومسيرة بالشموع وقصة ومو سكتنا ما خلينا له حاله. تطالب الحملة بإطالة كل من وزير الكهرباء والداخلية والدفاع واستبدالهم بذوي الخبرة والكفاءة. منو كان يجزم يقول صالح سميع مش فاشل ولا مش فاسد منو كان يجزم يقول كذا على طول أخوانة الدولة الإخوان قال مش عارف جنان من اللي ضربوا الكهرباء هم اسمه ما فيش هذا صالح سميع لازم نبعده ما لا طيب ما فيش يبعدوا أبوه هذا ما ينفعش المهم مكاردة وهو ما هوش كفء والكيف هو أصلا مش من الوزارة المهم قصة بس بعد ما راح صالح سميع وجاءت ثورة الحوثي ثورة الجرعة الكهرباء مطفيش لأنها أصلا ما تلصيش يعني متى تطفي وهي أصلا مش لاصية ماش كهرباء يعني ما تطفيش الكهرباء إذا ما فيش منور يا حوثي والشعب طافي ما فيش أمور طيبة ومستقرة ومجزم أبوه واحد يغرق يقول يا حوثي اشتي كهرباء اشتي كهرباء روح شو لك ألواح شمسية يلا زي ما كانوا يقولوا صالح سميع معه صفقة مواطير هذا المواطير معه صاحبه وذا الحين الألواح الشمسية كيف ما اجتبع الحوثي تقولوا الله يقول تبع الحوثي لاحظوا من يوم ما الحوثي نكبنا احنا النكبة هذه والألواح الشمسية اشتغلت ما علينا كهرباء بالمية يا اخي بطل لك انت والاغاني هذه حقك حق فلسطين وتقطعوا ايش منه رجع هنا خلينا نتذكر ايام الزمن الجميل ايام ماجد الحداد لما كانت تشتغل احنا شغل من وراء حكومه والشعب طافي وتوقيعات ورشد تقيل وزير الدفاع والداخليه وزير الكهرباء شنب مو في حريه كان اصلا عشان كذا كانت تقدر تقيل اللي تشتي لا تشتي تقيل وزير الدفاع والداخليه والكهرباء والكل تشتي تقيلهم عملت منورة حكومة الشعب طافي من أجل الكهرباء وقمنا بثلاث فعاليات كانت انطلاقة الحملة في شهر 6 عام 2013 وقمنا بثلاث فعاليات كانت الفعالية الأولى في 12/6 مسيرة لوزارة الداخلية والكهرباء
المسيرة الثانية كانت مسيرة الشموع من جولة 20 لمنزل الرئيس هادي. والفعالية الثالثة الآن هي عبارة عن نزلنا استمارة يقوم كل مواطن. شفتم الأخت ماجدة الحداد كانت تخرج وعاملة مبادرة اسمها منورة شعب وحكومة منورة حكومة والشعب طافي، وعلى أساس تشتي تقيل الوزارات ثلاثة، وكانت تخرج تعمل مظاهرة وتروح البيت طبيعي، ما حد يعورة ولا حد يمسها طبيعي، كان في حرية. ليش كان في حرية تقولوا؟ لأنه هذا الوزير والنظام، يعني اللي حصل بعد ثورة 2011 بعد لما جاءت المبادرة الخليجية وهذا، يعني شوف صالح سبيع مثلا أجابنا الثورة من الساحة، فاهم هو أنه في حاجة اسمها احتجاجات، في مواطن أنه بيقلعه زي ما قلع الرئيس، قلعنا الرئيس يعني بين إحنا بوزير، فكان يقلق يعني، وكان في والناس يخافوا الوزير، ما فيش حاجة اسمها تعتقلنا شيطوة وقصة وعسكرة الجامعة ما لكم أنتم، كان الناس كان في الشعب كان قلق، كل يومين ثلاث مظاهرة عادي يعني، كان في مشاكل في النهاية، وكان الناس يحتجوا على المشاكل وروحوا البيوت طبيعي. ليش؟ لأنه مع سندوة وحكومته اللي جزء منها كان في الساحة دارين إيش معنى احتجاجات، ودارين إيش معنى مواطن يخرج يقول لا، كانوا يتقبلوا الموضوع ويجلسوا يهرموه يهترموه يعني. أوكي كان في اختلالات، بس في النهاية كان المواطن هذا يروح البيت يعني، يخرج يعبر ويصيح، وأحيانا تأثيره يوصل إنه يبتعد وزير فعلا ويروح البيت طبيعي، وما حد شيء يحبسه ولا حد يعتقله بكل هدوء. تخيلوا ذو كان حصل باليمن، والله أنا بدأت أشك إيش اللي حصل. كل حاجة أي حاجة، كل حاجة أي حاجة، قول بحبك قول كرهتك قول 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 وما يهمكش حاجة، قول اللي عايزك قول اللي بعتك، بس قول لي أي حاجة أي حاجة. هياك يا عم ماجدة قولي منور يا حوثي والشعب طافي، كي قولي عارف، انا عارف ومقدر وضعك، والظرف صعب صراحه لانه تعرف يعني انا ما في استفاضه، يمكن يشلوكي ورا الشمس وهذا ما يصافتوش، والذي ينتقد المسيره القرانيه اذا هو يخدم العدوان، والذي يخدم العدوان يستحق القتل، وما حدش يقدر يقول حاجه، وما حدش يقدر يقول الكهرباء طافي، ولا حد يقدر يقول الزباله بالشوارع مليان، ولا حدش بحدش، لان هذه حركه ثوريه تسعى الى تحرير الشعب وتحرر المواطن والحريه، والحريه حقهم. طبعا وصل الموضوع بالحريات والحقوق والكذا انه ما قد حدد مهلش باليمن، لا جاء ما ادري بايش من دوله، الله يفتح عليه، لان ما تقدرش في النهايه روح ما بعدك روح، تجي تقول ابن ورى يا حوثي والشعب طافي، وفي النهايه ترى انه عطان، لا خلاص كان مهيرته سميع شالته انتهى الموضوع. لكن هذا ما فيش، بمعنى انه بعد ثورة 2011 كان المواطنين طبيعي جدا، كلهم كل المواطنين اللي مع الثورة واللي ضد الثورة كانوا يخرجوا باحتجاجات طبيعي جدا، ويصيحوا ويقولوا فساد وما فساد، ويروحوا البيوت وما حدش يقول لهم لا. ليش؟ لانه ثورة تحمل قيم، والدولة كانت موجودة وتحمي المواطن. لما تجي الان تشوف انه ما حدش يقدر يخرج يعمل مظاهره، ولا حد يقدر يرفع تليفونه ويصوره داخل صنعاء، ولا حدش يقدر يقول الزباله ملت الشوارع، ولا حدش يقدر يقول الكهرباء ما تلصيش، ولا حدش يقدر يقول كلمه واحده، هذه مش ثوره، هذه تعتبر، هذا يعتبر احتلال يعني كانه في غزاة غزو، والمجتمع ما يشوش حد يتكلم لانه انت طيب اخرجوا نظفوا الشوارع، مش انتم الان ماسكين الدوله، مش انتم خرجوا نظف الشارع، ولا تشتوا الاخدام ينظفوا، طيب حاسبوهم حقهم، ما بش زلط للشاصات، الفلوس تعبوا ببترول للشاصات عادي، لكن انكم تنظفوا القمامة ما فيش، انتم اصلا ياي مرة ما تقدروش تنظفوا، في اخدام، طيب حاسبهم، لا ما فيش زلط، طيب كيف، طيب امشي رحل من المدن، روح خلي الدولة تشتغل، لا الدولة فاسدة، ما كيف نعمل، نموت علشان انت تجلس فقر وسنة، يعني انا ماشي داري. كل حاجة اي
حاجة قول لي حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهتك قول 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 وما يهمكش حاجة قول لي عايزك قول لي بعتك بس قول لي أي حاجة أي حاجة. بعد ثورة 2011 كان المواطن يقدر يخرج إلى الشارع يقول اشتي بعد وزير اشتي بعده ما عجبنيش صحرا وجهي مش حلو مطالع سمعي ما عجبنيش باسندوه بكاية مشروش وزير الدفاع خائن ما عجبنيش عادي. الآن المواطن ما يقدر يشوفه داخل البيت يكتب بالفيسبوك انه ما لقيتوش غاز اشتي غاز اشتي طبخ اشتي اغسل وجهي ما فيش ماء ما فيش كهرباء ما يقدرش يقول. اللهم قلل من انساكه واكسل من اسهال ويخرب بيت اللي بيكرهه ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيكرهه ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيحبه وحده ابدا بيكرهه. الزعيم والقائد والثوره يخليهن ويخلي جميع الزعيم. يروح واحد يشتري دباغاز يموت جنبه قنص حوثي يقتله موت هنا جنب الدب الغاز. ليش تشتري بالغاز؟ موت ليش غاز؟ غاز تشتري غاز يعني معك فلوس يعني معك فلوس من فين الفلوس؟ أكيد أنت عميل للأجانب والخارج والكفار إذا موت انتهينا خارج كذا ريحوا الشعب. قصدكم إن إحنا عايشين اقتلوا يا رجال ليش نعيش أصلا؟ نعيش ليش؟ عشان نشتري غاز اقتل عادي عادي لو قتلتناش يعني بنموت. ايش قصدك ان احنا بنموت وانت برضو بتموت كلنا بنموت. المصور هذا اللي جالس يلعب بالتلفون بيموت. تغمدان اليوسفي اللي فرق باليوم بيموت برضو وانا جوري له كلكم هتموتوا وتدخلوا النار بكفرة الحوثي بليري